قام الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بزيارة تفقدية لجوازات منفذ مطار البحرين الدولي للتأكد من جاهزية المرحلة الثانية من مشروع التسهيلات الجديدة لإصدار التأشيرات متعددة السفرات والتي سيتم تدشينها في أبريل المقبل. واطلع الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة خلال الزيارة على سير العمل ومدى اطلاع الموظفين وإلمامهم بالإجراءات الجديدة التي سيتم تدشينها والتي ستضم تسهيلات متعددة في نظام إصدار تأشيرات الدخول لفئات من المستفيدين وخصوصا التأشيرات الفورية متعددة السفرات التي سيتم إصدارها في منفذ المطار للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى رعاية 66 دولة والتي بالإمكان إصدارها إلكترونيا أيضا. وشكر الوكيل المساعد القائمين على المشروع على جهودهم المبذولة لضمان سير العمل على أكمل وجه وحثهم على مواصلة الالتزام بالمعايير العالمية في تقديم الخدمات للمسافرين وتيسير العبور من المنفذ بروح مضيافة وبضوابط أمنية محكمة في الوقت ذاته. رافق الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة خلال الزيارة مدير إدارة المنافذ ومدير إدارة التأشيرات والإقامة ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية.